بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالتفاضل والتكامل، ودي المحاضرة الأولى بعد المحاضرة التمهيدية. في المحاضرة اليوم إن شاء الله هنعرف معنى التفاضل اللي هو معدل التغير، معدل التغير، ثم هنبدأ نوصف التفاضل من خلال الرسم، أو نفهم يعني إيه تفاضل من خلال رسم دالة، وهنتكلم على نهايات والاتصال، وهنتكلم على معدل التغير او التفاضل عند نقطة. تعالوا سريعا كده نتكلم يعني ايه التفاضل في الاول. زي ما قلنا التفاضل بالنسبة لنا هو معدل التغير عند نقطة معينة. معدل التغير عند نقطة معينة ده بيسمى التفاضل، معدل التغير. الكلام ده بيهمني في إيه؟ تعال نفترض إن أنا عندي مثلا درجة حرارة براقبها داخل منظومة معينة، درجة حرارة بالنسبة لليكويد أو سائل. عاوز أعرف معدل تغير درجة الحرارة، معدل تغير درجة الحرارة. لو عندي مثلا ضغط موجود مثلا في فيرمنتيشن، او مفاعل صغير بيتم فيه تخمير حاجه معينه او تحضير ماده كيميائيه، يهمني برضو اتفرج على البريشر بتاع الفيرمنتيشن او معدل تغير البريشر. لو انا عندي فولتج سورس، مصدر كهرباء، ومصدر الكهرباء ده بيتغير، فانا يهمني اشوف معدل التغير بتاعه. لو عندي سائل موجود في تانك فانا يهمني اتفرج على معدل تغير الارتفاع، او معدل تغير الهايت بتاع الليكويد، عشان اقدر اتوقع يا ترى بعد فتره معينه التانك ده هيفضى ولا هيبقى وضعه ايه بالظبط. ده معدل التغير. وما يهمنيش اقول معدل التغير ده كبير ولا قليل، انا يهمني قيمه فعليه لمعدل التغير، قيمه فعليه لمعدل التغير. طيب بعد كده تعال نشوف من خلال الرسم، رسم دالة بسيطة زي دي نقدر نقول عليها، نوضح يعني ايه معدل التغير. لما نيجي نبص على الفيجر ده، طبعا ده باين ان واي اوف تي ديبند على تي، واي اوف تي ديبند على تي على حسب الشكل اللي قدامي ده. لو جينا نبص للفيجر ده ونقسمه كده مراحل، هاجي ابص الاقي في الفتره من تي لحد الخم من تي بواحد لحد الخمسه من تي بواحد لحد الخمسه يعني عند تي بواحد او اتنين او تلاته او فيما بينهم لحد الخمسه، تيجي تبص تلاقي ان قيمه الواي اوف تي، قيمه الفانكشن، قيمه ثابته. يعني الداله بتاعتي ما بتتغيرش، يعني الريت اوف تشينج، rate at which a function is changing، الريت ده كونستنت، الريت ده معدل التغير بالنسبه لي يعتبر زيرو، لان الداله مالها؟ الداله ثابته، مفيش تغير. يعني قيمه الداله عند واحد زي عند اثنين زي ثلاثه زي اربعه زي خمسه، خط ثابت زي ما انتم شايفين. يبقى الريت اوف تشينج هنا بكام يا جماعه؟ ده بزيرو. عند الفتره من خمسه لسبعه تلاقي ان قيمه الواي بدات تزيد، قيمه الواي بدات تزيد، بس بتزيد زياده مش كبيره. هنا الريت اوف تشينج، الريت اوف تشينج موجب كمان لان انا في اتجاه الزياده، لكن ما بيزيدش كتير قوي. لكن في الفتره من 7 ل 8 تلاقي معدل التغير بيتسارع بشكل كبير، وبالتالي الريت اوف تشينج هنا كبير جدا، وهنا برضه موجب. من 8 ل 9 تلاقي معدل التغير كبير جدا بس نيجاتيف، لان انا نازل في اتجاه من 8 لحد 9 نازل من اعلى نقطه لاقل نقطه. ده الريت اوف تشينج كبير جدا لكن نيجاتيف. من 9 لحد 12 الريت اوف تشينج موجود، في تغير حصل لكن قيمته قليله جدا. اللي عاوز اقوله من الكلام ده، من خلال الفيجر ده، يبقى انا قدرت اقول ان في ريت اوف تشينج، يعني ايه معدل التغير ما بين نقطتين، معدل التغير. كمان لقيت الريت اوف تشينج ممكن يكون زيرو، وممكن يكون الريت اوف تشينج بوزيتيف وقيمته قليله، وبوزيتيف وقيمته كبيره، ونيجاتيف قيمه كبيره، ونيجاتيف وقيمته قليله. ده معنى كلمه الديفرنشيشن او الديفرنشال كالكولاس. انا هنا حقيقه مهتم مش ان انا اقول ان معدل التغير كبير او صغير، مع ان ده مهم، لكن الاهم منه ان اقول معدل التغير بكام، معدل التغير بكام.
تعال نشوف حاجه تانية. ده كيرف، الكيرف ده موجود على محاور تي واي تي. تعال نقول انا مهتم بمعدل التغير من تي 1 لتي 2، من تي 1 لتي 2. طبعا عند تي 1 كانت قيمه الداله واي اوف تي 1، يعني هطلع عند تي 1 اشوف القيمه عند الكيرف يديني واي اوف تي 1، عند تي 2 هيديني قيمه واي اوف تي 2، اللي هي هنا كنت برمز لقيمه الداله عند تي 1 مثلا بايه، وقيمه الداله عند تي 2 قيمتها ب. يبقى معدل التغير هنا ايه اللي حصل في اثناء انتقال او اثناء تغير التايم من تي 1 لتي 2؟ كانت قيمه الداله انتقلت من ايه لحد البي. فلو انت يهمك معدل التغير عباره عن ايه في الوقت ده، معدل التغير بالنسبه لي هو عباره عن بي ناقص ايه، او واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1 على تي 2 ناقص تي 1. يبقى معدل التغير هنا اللي هو عباره عن واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1، ده البسط. البسط ده يكافئ مين؟ يكافئ القيمه دي، يكافئ الفرق بين البي مثلا والسي، ده واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1. طب والافقي تي 2 ناقص تي 1 ادا تي 2 ناقص تي 1. لو بصيت للخط الواصل بين الاي والبي وكانه هو الكورد، ده مقابل وده مجاور. ما اعرفش حضراتكم سمعتوا عن ده ولا لا، المقابل على المجاور يعتبر تاني الزاويه، تاني ثيتا، او الميل بتاع الخط ده، او الجريدينت بتاع الخط ده. يبقى الجريدينت بتاع الكورد ده وتر، الجريدينت بتاع الكورد اللي هو المقابل على المجاور، المقابل بي سي على اي سي. مين بي سي؟ بي سي ده واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1، ومين الاي سي؟ هو عباره عن تي 2 ناقص تي 1. ده معدل التغير. معدل التغير دلوقتي زي ما احنا شفناه على الرسمه دي، هتلاقي تشينج ان واي على تشينج ان تي، واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1 على تي 2 ناقص تي 1. وبالتالي التغير كان في الواي كان عباره عن بي سي على الاي سي زي ما شفنا، وده كان بيمثل لي السلوب، السلوب اللي هو الميل، السلوب او الجريدينت بتاع لاين. احنا وصلنا دلوقتي ان معدل التغير لداله من نقطه A لنقطه B هو عباره عن الجريدينت بتاع الخط AB، هو عباره عن الجريدينت او الميل بتاع الخط AB او السلوب AB. كده من خلال الكلام اللي قلناه هنا ان حضرتك بقى عندك في بوزيتيف تشينج، بوزيتيف جريدينت، وفي زيرو جريدينت لما يكون الخط كونستانت، وفي نيجاتيف جريدينت. طبعا البوزيتيف باين قوي لو انت عملت خط هنا، يعني تعالى اوريك حاجه مهمه. لو جيت كملت الخط ده كده هتلاقي ان الزاويه اللي هنا حاده، وبالتالي لما الزاويه تكون حاده يبقى التغير موجب. لكن لو انت عملت خط هنا وخدت الزاويه دي هتلاقي ان الزاويه بتاعتك منفرجه والتغير بتاعك سالب. لو انا يهمني بقى، لو يهمك ريت اوف تشينج اوف ا فانكشن ات ا بوينت، عند نقطه، معدل التغير عند نقطه، لو يهمك معدل التغير عند نقطه، المفروض انا ممكن اخد الاكسبريشن اللي جبته ده اللي هو معدل التغير من الاي لحد البي اللي كنت قلت عليه، اللي هو عباره عن ميل الكورد، ميل اللاين ده او السلوب او الجريدينت بتاع اللاين ده. كل ما النقطه بي قربت للايه كل ما اداني تفصيل. انا ممكن استخدم معدل التغير ما بين نقطتين تي 1 وتي 2، اقدر استخدمه على انه بيمثل لي معدل التغير عند مين؟ عند الاي. بس معدل التغير ده امتى هيكون دقيق؟ كل ما تي 2 قربت من تي 1، او كل ما النقطه بي 1 او النقطه بي 2 قربت من نقطه اي، اللي هو بيديني وكانه عباره عن الميل بتاع الكيرف، الميل بتاع الكيرف اللي هو تانجنت ات اي. يبقى الريت اوف تشينج اوف فانكشن ات ا بوينت ايه، معدل التغير لداله عند نقطه، ده بيمثل لي الجريدينت بتاع التانجنت تو ذا كيرف ات ايه، اللي هو بيمثل لي ميل المماس، ميل المماس عند النقطه دي، ميل المماس عند النقطه دي. دلوقتي هنتكلم على نهايات واتصال الدوال، نهايات واتصال الدوال. الكلام ده بيتكتب ازاي بالنسبه للنهايه؟ النهايه بنقول
لو انا محتاج نهايه داله عند نقطه، نهايه داله عند نقطه ده المقصود بيه ان لما الاكس بتاعتي بتقول لي قيمه او التي بتقول لي في، يعني لما احتاج نهايه داله بقول لما التي بتقول للسي، ده معناه تي ابروتش في او تي تندس تو في. يبقى لما اشوف الرمز ده معناه تي ابروتشز في، يعني عاوز نهايه داله ديبند على بارامتر اسمه تي لما التي بيقول لسي او تي ابروتشز في اور تي تندس تو في، ده اسمها النهايه. تعال نشوف الكلام ده ازاي. يعني مثلا عندي فانكشن زي دي وعاوز نهايه الداله او الليمت اوف اف اوف تي when تي ابروتشز 2 اور تي تندس تو 2 لما التي بتقرب من الاثنين. طبعا لما نيجي نبص عند التي بتقرب الاثنين، طبعا واضح هنا ان كانها هي الديفينيشن بتاع الداله، يعني قيمه الداله عند الاثنين بخمسه وبالتالي الليمت بخمسه، بس مش في كل الاحوال ده بينطبق. المقصود بالليمت ايه؟ لو انا بتحرك في الاتجاه ده وبقل مقرب للقيمه 2، مقرب للقيمه 2 وانا بتحرك في الاتجاه ده، قيمه الداله بتقرب منين؟ من 5. طب لو انا بتحرك في الاتجاه ده من الليفت هاند سايد وقاعد اقرب من الاكس فاليو 2 بقرب منين برضه؟ بقرب من 5. الكلام ده هيوضح اكتر في المثال القادم. يبقى لما احب اقول اف تي بتقول الاثنين او اف تي ابروتشز 2 وات فاليو داز اف اوف تي، ده مقصود ليميت اف اوف تي لما تي بتقول الاثنين، اروح اعوض بالاثنين في الداله دي بشكل ما لان الداله دي متصله، واقول ان تي تربيع ب 4 و 4 8، 8 ناقص 3 ب 5، وهي دي الرسمه بتاعت الداله. طيب ده بيتكتب ازاي رياضيا؟ بيتكتب بالشكل ده، ليميت ال اي ام ده اختصار ليميت، ليميت الفانكشن تي تربيع زي 2 تي ماينس 3 او ليميت اف اوف تي لما تي ابروتشز 2، تي بعمل سهم تي ابروتشز 2 اور تي تندس تو 2. ده المقصود بالديفينيشن ده لما احب اكتب مين؟ لما احب اكتب ليميت. لو جينا في مثال تاني، مثال زي ده، دي داله بيس وايز كونتينوس، دي داله بيس وايز، داله متعرفه باكتر من طريقه. يعني مثلا في الفتره من اكس اقل من 0 كانت الداله بتاعتي عباره عن 1 ناقص اكس، ده اللاين ده، وعند الزيرو كان قيمه الداله ب 3، واكبر من 0 كانت الدالة معرفة بX بلس 1. لو أنا حبيت أجيب الوقت قيمة الدالة أو ليمت للدالة عند التلاتة، سواء بتحرك من الاتجاه ده أو بتحرك من الاتجاه ده هلاقيني بقرب من القيمة 4. يبقى ليمت Y of X لما الX بتقول للتلاتة يديني 4. طيب لو أنا حبيت أجيب ليمت للدالة لما الX بتقول لماينس 1، سواء كنت بتحرك في الاتجاه ده او الاتجاه ده اللي هو سواء من الليفت هاند سايد او الرايت هاند سايد، هتلاقي قيمه الداله ب2، اروح اعوض بناقص 1 في البرانش بتاع 1 ناقص اكس، يبقى 1 ناقص ناقص 1 ب2. كذلك الحال عند التلاتة، 3 1 4 يديني 4. لكن لما احب اجيب قيمه الداله عند الزيرو، قيمه الداله عند الزيرو او الليمت بتاع الداله عند الزيرو، وانت بتتحرك في الاتجاه ده تلاقيك بتقرب من القيمه 1، وانت بتحرك في الاتجاه ده هتلاقيك برضو بتقرب من القيمه 1. يبقى ليميت الداله هنا كام؟ ليميت الداله لما الداله ليميت y اوف x لما الاكس بتقول للزيرو ب1، مع ان قيمه التعريف بتاع الداله عند الصفر بكام؟ ب3. في فرق بين الليميت وبين الديفينيشن بتاع الداله، وبين الديفينيشن بتاع الداله. والداله دي المعلومات حضرتك داله ان كونتينوس، داله نوت كونتينوس، داله او ديس كونتينوس، داله غير متصله. غير متصله ليه؟ هنقول بعد شويه. احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه الليميت، وعرفنا تيرم جديد بنتكلم عن ليفت هاند سايد والرايت هاند سايد، وعرفنا الليميت اكسبريشن بيتكتب ازاي، وعرفنا ايه الفرق بين الليميت وبين الديفينيشن. مثال الحل ده هو الموصف بالمعادله دي، وجبنا الليمت لما الاكس بتقول ل 3 وليمت لما الاكس بتقول لماينس 1، وعرفنا الليمت اكس بيساوي 0 كان الداله بتاعتي بتقول ل عند الزيرو كانت بكام؟ عند الزيرو كانت ب1، عند الزيرو كانت ب1. طيب لو شفنا المثال ده برضه، داله بيس وايز واي اوف اكس عند اكس اقل من صفر كان قيمه الداله بزيرو، يعني الكل القيم النيجاتيف بتاعت اكس قيمه الواي بزيرو، والفتره من زيرو لاتنين الداله عباره عن الاكس،
والفترة x أكبر من 2 كان ال y of x عبارة عن x minus 2. عاوزك ترسم الدالة sketch the function وstate the limit of y as x approaches 3 و 2 و 0. الرسم بتاع الدالة ده موجود هنا اهوت. هو طالب مني الليمت عند الكام بقى؟ ليمت 3. ليمت عند 3 لما الاكس بيتقرب من 3. طبعا اكس بيتقرب من 3 عند ال 2 دي نقطة واضح ان هيبقى فيها مشكلة، لكن عند ال 3 عند ال 3 هروح اعوض. ده خط متصل زي ما انتم شايفين، عند ال 3 3 ناقص 2 ب 1 ويبقى الليمت بتاعي ب 1. يبقى عند ال 3 الليمت بتاعي ب 1، ليمت واي از اكس ابروتش 3 ب 1. عاوز كمان ايه؟ عاوز ليمت لما الاكس بتقول ال 2. عند اكس بتقول الاثنين هنا وانت قادم من اليسار وانت جاي من الشمال، هتلاقي النقطة بتاعتك بتاعت الاثنين عند الاثنين هتلاقيها باتنين، يبقى من الشمال باتنين. طب ومن اليمين وانت جاي عند الاثنين تلاقي ان الواي بتاعتك بزيرو، يعني كل ما تقرب من الاثنين بناء على البرانش ده تلاقي ان قيمة الدالة بتقول للزيرو. وانت جاي من اليسار هتلاقي لما بتقرب من الاثنين قيمة الدالة بكام؟ باتنين، وبالتالي عند النقطة دي مفيش ليمت، مفيش ليمت للدالة. يعني ايه مفيش ليمت للدالة؟ يعني لما بقترب من الاثنين من اليسار قيمتها تختلف لما اقترب من الاثنين من اليمين، وبالتالي الليمت does not exist، الليمت does not exist. لكن عند الزيرو لو هو عاوز الليمت عند الزيرو، لما بقرب من هنا قيمة الدالة بزيرو من على الشمال، ولما بقرب من اليمين قيمة الدالة برضه بزيرو، إذا الليمت بكام؟ بزيرو. عرفنا خلاص موضوع الليفت هاند والرايت هاند، وعد اتكتب كده، يعني هات لي ليمت واي لما الاكس بتقول 2 نيجاتيف، يبقى 2 نيجاتيف هتبقى معرفة من الطرف ده ب 2، وليمت واي لما الواي بتقول 2 بلس هتلاقيك بتتكلم في زيرو. يبقى الليمت بتاع الداله عند بوينت ايه هيبقى موجود امتى؟ لما الليفت هاند سايد والرايت هاند ليمت ار ايكوال، ار ايكوال. بعد كده هنتكلم على عنوان مهم جدا، هو اتصال وعدم اتصال الدول كونتينوس والديسكونتينوس، سواء كانت الداله كونتينوس او ديسكونتينوس. عشان الداله تكون متصله المفروض ان النهايه بتاعت الداله، نهايه الداله تكون بتساوي الديفينيشن بتاع الداله عند النقطه. يعني ليميت اف لما الاكس بي تقول للاي بيساوي اف اوف اي، لو حصل ده يبقى الداله بتاعتي متصله. يبقى الديفينيشن بتاع الداله، ديفينيشن بتاع الداله بيساوي ليميت الداله عند نقطه معينه، وانت عارف ان ليميت الداله بيكون موجود لما تكون النهايه من اليمين بتساوي النهايه من اليسار. يعني مثلا تعال نشوف امثله على الكلام ده. بقولي انت عندك فانكشن اف اوف تي ديفايند باي اف اوف تي ب 1 و 2 و 3، لما تي من 0 ل 2 كانت ب 1، من 2 ل 3 ب 2، لما تي اكبر من 3 ب 3. بقولي هات لي ليميت لما تي بتقول ل 1.5، هات لي ليميت عند 1.5. طبعا عند 1.5 انا موجود في الفتره دي فقط، وبالتالي ليميت الداله عند الكلام ده هو بيساوي كانه الديفينيشن بتاع الداله، يعني ب 1. طبعا عند 2 موجبه، هات لي ليميت عند ال 2 الموجبه. طبعا ليميت عند الاثنين الموجبه يبقى انا بتكلم ده كان اكبر من 2 يبقى انا بتكلم على اليسار الليفت، لكن الاثنين الموجبه عفوا ده كان اقل من 2 يبقى ده الليفت. لو انا بتكلم على الموجبه يبقى انا اكبر من 2 يبقى الديفينيشن ب 2، يبقى عفوا قيمه ليميت عند تي بتقول الاثنين موجبه ب 2. طب ليميت عند تي ب 3، 3 دي نقطه مفصليه، ده اقل من 3 واكبر من 3، يبقى عند اقل من 3 ب 2. طب وعند ال 3 ب 3، يبقى المفروض ده ان الليمت does not exist. ليه؟ لان عند اليسار اللي هو اقل من 3 ليفت هاند سايد قيمه الداله ب 2 او الليمت ب 2، وعند اكبر من 3 اللي هو تي بلس ب 3 و 2 لا تساوي 3، يبقى عند ال 3 does not exist. دي عند السي، تعال نشوف سي كده. سي not defined او does not exist. طيب تعال نشوف التمرين ده كمان. بيقول لي فانكشن جي اوف تي از ديفايند باي، واعطيني داله بيس وايز متعرفه في اكتر من مرحله. سكتش جي خلاص، ستيت اني بوينت اوف ديسكونتينيوتي، عاوز مجموعه نقط عدم الاتصال. طبعا هي اي نقطه على سيجمنت، اي نقطه على مقطع هتكون متصله، لكن يهمني النقط المفصليه. يعني ايه؟ عند اقل من زيرو عند الزيرو، اولا عند الزيرو ده الليفت هاند سايد قيمه الليمت بزيرو،
عند البوزيتيف زيرو، النهايه عند الزيرو الموجبه، لما بروح اعوض يديني زيرو، فنقطه الزيرو دي نقطه اتصال. عند الثلاثه والثلاثه، عند الثلاثه هنا الليفت هاند سايد ب3 تربيع ب9، وهنا اكبر من الثلاثه، عند الثلاثه الموجبه 2 في 3 ب6 و3 9 عند الثلاثه متصله. تعال نشوف الاربعه، عند الاربعه السلبه يبقى 2 في 4 ب8 و3 11، يبقى عند الاربعه السلبه ب11، وعند الاربعه الموجبه ب12، يبقى الاربعه نقطه عدم اتصال. ده واضح يا جماعه؟ يبقى نقطة عدم الاتصال هي مين؟ هي تي ب4. تعال بقى نرجع نتكلم باستفاضة على الريت اوف تشينج ات سبيسيفيك بوينت، معدل التغير عند نقطة معينة. كنا نهينا بمعدل التغير، كان معدل التغير اللي هو الفيرتيكال ديستانس على الهوريزونتال، او واي اوف تي 2 ناقص واي اوف تي 1 على تي 2 ناقص تي 1. ده كان معدل التغير، وقلت معدل التغير ده بالنسبة لفترة كنت ممكن استخدمه كابروكسيميشن لمعدل التغير عند نقطة، بس كل ما النقطة أو كل ما الفترة ضاقت شوية أو حصل لها شرينك، كل ما ضاقت الفترة كل ما كان أفضل في الأبروكسيميشن. تعال نشوف الكلام ده من خلال مثال يبقى واضح جدا. يعني أنا مطلوب منك جيفن واي اللي هي اف اوف اكس اللي هي 3 اكس سكوير زائد 2، دي دالة عبارة عن حاجة عاملة زي حرف اليو كده لما تروح ترسمها، ويبقى القاعدة بتاعتها عند الاثنين، القاعدة بتاعتها عند الاثنين. مطلوب منك يعني لما تحب أوريك الرسمة، هي حاجة شبه كده. طبعا النقطة دي 2 ودي شكل الدالة السكوير. مطلوب منك، بقول لك ايه بقى، عاوز منك استيميت اوف ذا ريت اوف تشينج، عاوز معدل التغير عند اكس، عند اكس ب3. انا مش طالب دلوقتي معدل التغير من 3 ل 5 او من 3 ل 6، لا انا عاوز ابروكسيميت ابروكسيميشن تقريب لمعدل التغير عند نقطه باستخدام فتره، باستخدام فتره. واتفقنا ان كل ما الفتره متضيق كل ما الناتج هيكون افضل. يعني مثلا لو اعطيني 3 و4، اعطيني بين 3 و3 1 من 10، بين 3 و3 1 من 100. طبعا اكيد واضح بناء على الديفينيشن اللي قلته ان معدل التغير كل ما الفتره ضاقت كل ما كان الناتج بتاعي افضل، وبالتالي هنا الفتره بتاعتك بتتكلم في 1 من 100، يعني ده هيبقى افضل ناتج بالنسبه لي. تعال نشوف الكلام ده. انت يهمك في الاول تروح تجيب مين؟ تجيب واي اوف 3. واي اوف 3 يبقى 3 في 3 سكوير زائد 1 بتتكلم في 29. واي اوف 4 بتتكلم 3 في 16 ب 48 و2 ب 50. يبقى لما تقول لي معدل التغير بتاع حضرتك هيبقى عباره عن ايه؟ تشينج ان واي عن تشينج اوف اكس، يبقى 50 ناقص 29 على 4 ناقص 3، يبقى 50 ناقص 29 بتتكلم في 21 على 1، فال 21. يبقى كده لو انت حبيت تجيب معدل التغير عند نقطه باستخدام الفتره 3 و4 طلع الناتج 29. تمام؟ واتفقنا ان ده هو ميل الخط بتاعك. طيب لو رحت استخدم الجزء الثاني اللي هو ايه؟ ان انا عاوز من 3 ل 3 1 من 10. طبعا انا جبت واي اوف 3 خلاص اللي هو كام؟ واي اوف 3 اللي هي ب 29. طب واي اوف 3 1 من 10 لما تروح تعوض يطلع لك 30.83. تروح تجيب بقى الافرج ريت اوف تشينج، افرج ريت اوف تشينج معدل التغير على الفتره من 3 ل 3 1 من 10 هيطلع 30.83 ناقص 29 على 3 1 من 10 ناقص 3 يطلع لك ب 18.3 من 10. طبعا ده هيبقى اقرب لل 21 من الصواب. لو جبت 3 1 من 100 عاوز اجيب برضو التقريب من الفتره من 3 ل 3 1 من 100، هروح اجيب قيمه الديفينيشن عن 3 و 1 من 100 واطرح الاثنين من بعض يديني 18 و 3 من 100. يبقى انا كل ما بضيق الفتره بتاعتي كل ما بوصل لقيمه اقرب للصواب. اللي عاوز اقوله هنا كمان حاجه مهمه جدا، يعني ايه بقى معدل التغير؟ واضح من الكلام اللي انا قلته ده ان لو انا واقف عند النقطه ايه، واقف عند النقطه ايه وتغيرت بقيمه واحد ب1 يونت، وكان الواي بتاعتي بتتغير ب18 يونت كنسبه. يبقى انت النهارده لو انت واقف عند النقطه ايه وتحركت ب1 يونت يمين او يسار 1 يونت، يبقى انت المفروض ان معدل التغير بتاعك هيبقى ب 18. طب اتغيرت ب 2 يونت هيبقى معدل التغير ب 36. ده اللي عاوز اقوله من الافرج ريت اوف تشينج. دي حاجه مهمه جدا.
يبقى النهارده بناء على معدل التغير ده، كل ما الاكس بتاعتك بتتغير 1 يونت عند النقطه دي، كل ما قيمه التغير في الواي اتغيرت بمقدار 18 في مقدار التغير، 18 في مقدار التغير في الاكس. يبقى if x increases by 1 unit then y increases by approximately 18 يونت. طيب ما تيجي نعمل الكلام ده بدل ما نقعد نتحرك بفترات قليله، ما تيجي نحط الفتره بتاعتي من 3 ل 3 ودلتا اكس، يعني كان انا بتحرك من 3 ل 3 زائد دلتا اكس، ونشوف الكلام ده. وممكن ناخد الليميت لما دلتا اكس بتقول للزيرو، ما انا عاوز اضيق الفتره جدا، تضييق الفتره دي ان الدلتا اكس تقول للزيرو. خلاص تعال نعمل الكلام ده. انت عندك واي في 3 خلاص ب 29، تعال نعوض بواي، نجيب واي عند ال 3 زائد دلتا اكس، هنعوض في الداله 3 اكس تربيع زائد 2، هشيل الاكس واحط بدلها 3 زائد دلتا اكس كل تربيع زائد 2، واقول 3 وافك الكلام ده يديني المربع اللي قدام حضرتك زائد 2 يديني الشكل اللي قدام حضرتك. يبقى معدل التغير بالشكل ده، يبقى هو قيمه التغير في الواي اللي هو قيمه الداله عند 3 زائد دلتا اكس ناقص قيمه الداله عند 3 على دلتا اكس اللي هو التغير في الاكس. ليه؟ لان انا بتحرك من 3 ل 3 زائد دلتا اكس، لما اطرح الاثنين من بعض يديني دلتا اكس. خلاص اخلص الكلام ده مع بعضه يطلع في الاخر 38 عفوا 3 دلتا اكس زائد 18. لما اجي اجيب بقى ليميت للداله دي، ليميت للداله دي لما دلتا اكس بتقول للزيرو، هشيل ده واتبقى معايا 18. كده واضح جدا، واضح جدا ان معدل التغير عند ال 3 بالنسبه للداله 3 اكس تربيع زائد 2 هو 18. 3 اكس تربيع معدل تغير الداله عند ال 3 للداله 3 اكس تربيع زائد 2 بيساوي 18. وده انا ممكن حاليا استبق الاحداث واقول ان دي اقول دي باي دي اكس للداله 3 اكس تربيع زائد 2 عند الاكس بتساوي 3. ده هنعرفه فيما بعد ان انا بفاضل ازاي. هقول 3 اكس تربيع دي عباره عن 6 اكس في التفاضل، واعوض عند اكس بتساوي 3 وعوض عند اكس بيساوي 3 يديني، اسف البرنامج علق، عند اكس بيساوي 3 هضرب 6 في 3 يديني 18. عند 6 اكس تفاضل 6 اكس ده التفاضل اللي بنتكلم عليه، عند اكس بيساوي 3 يديني 18. كده وصلت لحاجه اسمها التفاضل ديفرنشيشن، وعرفت ان الديفرنشيشن هو عباره عن معدل تغير، معدل تغير داله عند نقطه، معدل تغير دالة عند نقطة. وكنت بجيبه ازاي؟ كنت بجيبه من الـ vertical distance على الـ horizontal distance، وبحاول أقلل الفترة بتاعتي أو أعمل shrink، وبالتالي وصلت إن بدل ما أحط قيم كتير للفترة وصلت إن أحط دلتا إكس وآخد الليميت لما دلتا إكس بتقول للزيرو، آخد الليميت لما دلتا إكس بتقول للزيرو. خلاص أنا كنت في المثال اللي فات بجيب معدل تغير الدالة أو معدل تغير الدالة عند نقطة، وبدأت الموضوع عن طريق فترة وعملت shrink للفترة. لا دلوقتي انا عاوز اجيب معدل تغير نقطه عند اي جنرال بوينت، مش عند الثلاثه، عند اي جنرال بوينت اكس. يبقى انا هروح دلوقتي اجيب قيمه الداله عند اكس زائد دلتا اكس، واجيب قيمه الداله عند دلتا 3 زائد عفوا اكس، هجيب قيمه الداله عند اكس زائد دلتا اكس، واجيب قيمه الداله عند اكس واطرح الاثنين من بعض واقسم على دلتا اكس واخد الليميت لما دلتا اكس بتقول للزيرو. اهو هجيب change of y على change of x، يبقى هجيب الواي قيمه الواي عند x زائد دلتا x، دي اللي كنت بعوض مكانها 3 لو كنا فاكرين. يبقى y of x زائد دلتا x ناقص الواي of x على دلتا x، يطلع بالنسبه لي اقدر احط الاكسبريشن ده ان ده معدل تغير الواي بالنسبه للاكس، دلتا y على دلتا x ينطق عليها كده، يطلق عليها دلتا y على دلتا x، واخد ليميت للكلام ده دلتا ليميت دلتا y على دلتا x لما دلتا x بتقول للزيرو. هو ده الريت اوف تشينج اوف y، ريت اوف تشينج اوف y او الديريفاتيف بتاع الداله، او الديريفاتيف او الديريفاتيف بتاع الداله.
هو ده الموضوع. لو انت حابب تعمل الكلام ده هتجيب معدل التغير في الرأسي اللي هو y اوف x زائد دلتا x ناقص y اوف x ده دلتا y، وتجيب x زائد دلتا x ناقص ال x اللي هو دلتا x وتقسم الاثنين على بعض. طبعا ده واضح ان هو ميل الخط او السلوب بتاع الكيرف. يعني كمثال نفس المثال بس هات احسب لي معدل التغير عند الاثنين وعند الناقص 3. هعمل ايه؟ بدل ما اقعد اعوض عند النقطه 2 زائد دلتا اكس والنقطه ناقص 3 زائد دلتا اكس، لا انا هعوض على طول اجيب واي اوف اكس، ادي الواي اوف اكس، اجيب واي اوف اكس زائد دلتا اكس، هعوض وافك الكلام ده. وبعد ما وصلت للقيمه دي هبدا اطرح بقى. طبعا انا اتفقت ان الريت اوف تشينج عباره عن ليميت دلتا واي اللي هي واي اوف اكس زائد دلتا اكس ناقص الواي اوف اكس على دلتا اكس، واخد الليمت يطلع معايا 4 اكس زائد 3. حضرتك بقى عاوز القيمه عند قيمه معينه او عاوز الريت اوف تشينج عند قيمه معينه للاكس، هبدا اشيل الاكس واعوض في المعادله دي. يعني انت عاوز عند الاثنين يبقى 4 في 2 ب 8، 8 و 3 11. عاوز عند الناقص 3 يبقى 4 في ناقص 3 بناقص 12 و 3 ب ناقص 9. معدل التغير ده اللي اتكلمنا عليه بيطلق عليه الديريفاتيف. الريت اوف تشينج بتاع الواي اقدر اكتبه دي واي، بيطلق عليها كده دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس عباره عن ليميت واي اوف اكس زائد دلتا اكس ناقص الواي اوف اكس على دلتا اكس، اللي هو ده كان معدل التغير بالنسبه لي الراسي والافقي، وباخد الليميت لما دلتا اكس بتقول زيرو. الترم ده كله ايه يا جماعه؟ ده عباره عن التفاضل واللي هنتكلم فيه بالتفصيل ابتداء من المحاضره القادمه ان شاء الله. ده اسمه دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس اللي هو عباره عن ليميت دلتا واي على دلتا اكس لما دلتا اكس بتقول للزيرو، ده اسمه دي واي باي دي اكس. وده ليه مجموعه قوانين كتير، مش كل ما اجي اجيب تفاضل بتاع الداله ادخل في الدايليما بتاعه هات لي قيمه الداله عند اكس زائد دلتا اكس وهات لي قيمه الداله عند الاكس واطرح الاثنين من بعض وهات الليميت لما دلتا اكس بتقول للزيرو. لا، هناخد مجموعه قوانين ابسط من كده خالص. يعني مطلوب منك الجريدينت اوف تانجنت، ده المقصود برضه الريت اوف تشينج او مقصود بيه الدريفاتيف للواي بيساوي اكس تربيع عند النقطه 1 1 او عند النقطه ناقص 1 1 او 2 4. لما تروح تشوف الداله دي واي اوف اكس تربيع، طبعا هتحط الاكس زائد دلتا اكس وتطلع واي اوف اكس زائد دلتا اكس وتطلع وتطرح الاثنين من بعض، طلعت الداله دي يبقى الدي واي باي دي اكس ليميت للمقدار ده لما دلتا اكس بتقول للزيرو يطلع معاك بمين؟ ب 2 اكس. يبقى انت دلوقتي عند النقطة 1 يبقى 2، وعند النقطة سالب 1 يبقى سالب 2، وعند النقطة 2 يبقى 4. زي ما انت شايف. لو انت حابب تجيب قيمة التفاضل عند نقطة اقدر اقول كده، اكتبها كده دي واي باي دي اكس عند اكس بتساوي اكس 0، او دي واي باي دي اكس وافتح قوس واكتب اكس 0 مباشر، او واي داش، ما هي واي داش دي بالنسبه لي او واي برايم، واي داش هي عباره عن دي واي باي دي اكس، يبقى الواي داش معناه التفاضل، واي داش معناه التفاضل عند النقطه اكس 0، او انك تكتب دي واي باي دي اكس ات اكس بيساوي اكس 0، او دي واي باي دي اكس عند النقطه اكس 0. يعني لو انت عاوز تجيب قيمه المثال اللي فات دي واي باي دي اكس عند الواحد بتتكتب بالشكل ده، او ممكن تتكتب دي واي باي دي اكس وافتح قوس واكتب اكس بيساوي ناقص 1، او ممكن اكتب دي واي باي دي اكس عند اكس بيساوي 2، او واي داش عند الاثنين بيساوي 4. معنى ده ان معدل تغير الداله عند الاثنين بيساوي 4. وهنا بالنسبه للكيرف اللي قدام حضرتك ده لما تيجي تبص على يعني ايه معدل تغير بالنسبه لنا، هتيجي تبص عند النقطه ايه تلاقي المماس بتاع الكيرف ده. لو انا حبيت ارسم مماس اللاين ده هتلاقي اللاين ده افقي، يعني ميل المماس بيساوي زيرو، مفيش ميل اصلا. كذلك الحال عند الخط ده عند النقطه فيه، وبالتالي ميل المماس هنا بزيرو، وبالتالي التفاضل عند الاي بيساوي زيرو والتفاضل عند السي بيساوي زيرو. لكن عند النقطه بي هتلاقي ان ميل المماس اولا قيمه حاده بتاعت المماس، يعني ميل المماس قيمه موجبه، وده معناه increasing ان الداله هنا بتتزايد. وعند الاي بتتزايد. لكن عند الدي لما تيجي ترسم مماس تلاقي ان المماس بتاع حضرتك نيجاتيف،
ميل الماس نيجاتيف، وبالتالي الداله هنا بتتناقص. يبقى انا من خلال الكيرف اقدر اميز النقط. لو ربطنا الكلام ده بالموضوع اللي اتكلمت فيه قبل كده بتاع النقط الماكسيمم والنقط المينيمم، هتيجي تبص تلاقي ان عند النقط الماكسيمم والمينيمم ميل المماس بيساوي زيرو، ميل المماس بيساوي زيرو. عرفت الداله بتزيد امتى وبتقل امتى والداله ثابته امتى؟ لو يهم حضرتك في بعض الاحيان تعرف لي مقدار التغير في الواي، لو عرفت مقدار التغير في الاكس، مقدار التغير في الواي، لو عرفت مقدار التغير في الاكس يعني قد ايه الواي بتتغير لو اتغيرت قيمه قليله جدا بالنسبه للاكس. تعال نشوف الكلام ده من خلال مثال. لو انا عندي داله واي بيساوي اكس سكوير، استيميت ذا تشينج ان واي كوزد باي تشينجينج اكس فروم 3 تو 3 1 من 10، من 3 ل 3 1 من 10، مقدار التغير في الاكس ايه اللي بيحصل لما بتغير من لما بتغير الواي. عاوز اعرف مقدار الواي اتغيرت قد ايه لما غيرت الاكس من 3 ل 3 ل 1 من 10. اعمل ايه؟ اخد الداله دي اجيب الريت اوف تشينج، او اجيب التفاضل، او اجيب الواي داش بتاع الداله. هنعرف ازاي نجيب الواي داش؟ ممكن نعرفها عن طريق الليمت، القوانين اللي فاتت اللي هي ليمت واي اوف اكس زائد دلتا اكس ناقص الواي اوف اكس على الدلتا اكس، وباخد الليمت لما دلتا اكس بتقول لزيرو، او ان اقدر اجيب دلتا واي على دلتا اكس، او اجيب الواي داش. خلاص انا عارف ان انا كمصطفى اقدر اقول ان الواي داش ب2 اكس على طول. خلاص جبت الواي داش ب2 اكس، بعد ما اخد 2 اكس قيمه الواي اتغيرت بكام؟ اتغيرت ب1 من 10. يبقى لو ضربت 2 اكس في 1 من 10 وعند الاكس بكام؟ ب3، يبقى 2 في 3 في 1 من 10 يديني 6 من 10. ده المقصود به معدل التغير في الواي لما الاكس بتاعتي اتغيرت من 3 ل 3 و1 من 10. في ختام المحاضره دي ممكن نبص على المسائل اللي موجوده في اكسرسايز 10 5 موجوده مع حضراتكم اهيت، تقدروا تبصوا عليها وتحاولوا تحلوا المسائل دي، ونرجع لبعض ان شاء الله بعد المحاضره. وده ممكن تستعين بالاجابات بتاعه المسائل اللي موجوده حضرتك عن طريق السوليوشن اللي موجوده. اتمنى في نهايه المحاضره ان قدرت اقول بسرعه كده بعض المعلومات الموجزه عن الديفرنشيشن او الديفرنشال كالكولس. اتكلمت عن ايه ريت اوف تشينج، معدل التغير، اتكلمت عن النهايات وعرفت النهايه يعني ايه، سمعت عن النهايه من اليمين والنهايه من اليسار، وعرفت حاجه اسمها الديفينيشن بتاع الداله، وقلت امتى يكون النهايه موجوده لما تكون النهايه من اليمين بتساوي النهايه من الشمال، وقلت امتى الداله تكون متصله او الكونتينيوتي بتاع الداله، ان الليمت بيساوي الديفينيشن، وعرفت يعني ايه ديريفاتيف، وعرفت يعني ايه جريدينت اوف سلوب، او سمعت عن حاجه اسمها دي واي باي دي اكس او الواي داش، وعرفت لو انا عارف معدل التغير في الاكس اقدر اجيب معدل التغير في، اقدر اجيب قيمه التغير في الواي ازاي، وشفت الكلام ده من عن طريق الفيجر، وسمعت عن الماكسيمم والمينيمم. في ختام المحاضره اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالمحاضره، وكان معكم مصطفى الحسيني. شكرا لحضراتكم، وعليكم السلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.